No, I think I'm coming. Go away. Yes, please, yes, yes. Yep, yep, these are the Ryanair workers, yeah? Ryanair workers, yeah? Ryanair, yeah? Yep, you ripped up our thing, yeah? Ripped up our boarding passes, yeah? Don't touch our phone! And we lost your mind, bro! Yep, you ripped up our thing, yeah? Ripped up our boarding passes, yeah? Don't touch our phone! And we lost your mind, bro! Don't touch our phone, man! We lost your mind! I want to get the names of everybody, so can I see your pass? I want to write down everyone's names. Include me? Everybody. And you want the help from me? Yeah. Because you're meant to help us. دابا بالله عليكم جاوبوني، شنو الفرق بين هاد الموظفات ديال الارام في مطار اكادير المسيره وبينهم وبين الكورتيه اللي كيكونوا متواجدين في المحطات الطرقيه بالمغرب؟ شنو الفرق؟ بلا شيء، كنكونوا في المحطات الطرقيه كنقدروا نلقاو الكورتيه كيدابزوا على بيناتهم، كيدابزوا على الكليان باش يطلعوا الحافله، اولا كيدابزوا مع الكليان ما بغاوش يطلعوا الحافله، اولا وقع عليهم مشكل في الحقائب ديالو، اولا بينما الموظفات ديال الخطوط الملكيه المغربيه اللي المفروض انه خصهم يكونوا حريصين على السمعه ديال المغرب وجوده الخدمات المقدمه لكل السياح والوافدين الى المغرب، كنلقاهم كيتصرفوا بالتصرف المشابه للتصرف ديال الكورتيه. واش هادشي باش كنوجدوا حنا الاستحقاقات القديمه بهذا السلوك هذا؟ ما كنشوف انا قدامي عصابه كتهضر، ماشي موظفين المفروض انهم قاريين على شي حاجه سميتها حسن التواصل مع الزبناء والعملاء وما الى ذلك. حتى الى وقع الزبون شي مشكل كاين بزاف ديال المساطر قانونيه، عندك قانونيه اداريه كتنظم هذه المساله هذه، تعاملي مع بكل المساطر اللي قدامك بلا ما غوات، بلا صداع، بلا تهديد، بلا ضرب التليفون. والله لا قلت لك والله لا مشى ولا والله لا طلعوا، ولا بحال تقول لك الطياره ديال ما نقولش الاهل ديالك ولكن راك وارتاها او اللي راه ديالك بسميتك. عيب وحشومه، عيب وحشومه، راه السمعه ديال المغرب والوجه ديال المغرب. هذا الفيديو الا تبارطاجا بزاف شوفوا السيرفيس ديال المغرب كي داير، وبلا حتى بلا هذا الفيديو اصلا السمعه ديال خدمه العملاء في الخطوط الملكيه المغربيه هي سمعه سيئه مقارنه مع اللي كنشوفوه مع خطوط جويه اخرى. فراه السيرفيس ديال الارام راه ضعيف. فكنتمنى انه يتم يكون هنا ماشي في الحاله هذه، يكون هنالك تدخل جذري في اصلاح هذا القسم ديال خدمه العملاء. حتى في الوكالات ديالكم خدمه العملاء ضعيفه فيها مشاكل، فما بالك بالمطارات، هادشي كيضر السمعه ديال المغرب. وحنا كنركبوا مع طيارات شركه طيران اخرى منافسه لكم، كنلقاو فرق شاسع في خدمه العملاء، فرق شاسع، وكيهتموا بادق التفاصيل بخصوص ما يخص الزبون. و نتوما لا، نتوما زايد ناقص، ما عرفتش السبب شنو. واش كتحسوا انكم خدامين فقط في شركه حكوميه؟ درتوا خدمتكم مزيانه، ما درتوهاش مزيانه، راه بحال الصالير كيدوز، ما عرفتش نتوما كيفاش كتفكروا. ولكن ما كنعتقدش انه شي انسان عاقل عنده ذره عقل وعارف انه كيخدم في واحد البوست اللي كيمثل البلاد ديالو يكون كيتعامل بهذا الشكل مع العملاء. مع الاسف الشديد كنتمنى انه هادشي ما نعرفش نشوفه نهائيا، لان حنا مقبلين على استحقاقات والتوريس وكيتزاد في عدد السياح في المغرب غاديين كيزيدوا. ف الخطوط الملكيه خصها تعرف انها ولات كتشغل واحد الواجهه حساسه في المغرب، خاص يتم التركيز على ادق التفاصيل باش نعاودوش نشوفوا هاد المسائل اللي كتعصبنا مع الاسف الشديد. ونشوفكم على خير.